عندنا مسائل ثلاثة مهمة. المسألة الأولى إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية وبالأسماء والصفات. المسألة الثانية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا يعبد أحد إلا الله سبحانه وتعالى. شولو خاطر إذا عبادته إذا الله الله تعنين بعبادة ليش ده تعموه؟ لا أحد أن يستحق أن يعبد إلا الله، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا الأولياء ولا أحد. ونديش تها حق دول شوات عن بوق عباشين عبادة ده الله وتر يا باي مرأوات يا أولياء شوات يا ملايك شدات. نعم. المسألة الثالثة وسطية أهل السنة في التعامل مع غير المسلمين، لابد أن نتوسط في التعامل مع غير المسلمين. إذا قولوا خاطر بوصل نيغا كيرس ناغي تاني بوصل بوت شارس ناغ تاني يول يقمت كيون. لا يمكن أن نتعرض للكفار بالقتل ولا بالسب ولا بأخذ الأموال. كيرسنا حتى دوتشا وي إيش باي إيشات بو يتير دخني لش ده إيشات بو وين حا وين حقيقة إيشات وي. ومع هذا لا يمكن أيضا أن نشارك الكفار في أعياد في احتفالات. إيش تقيج أورا إيش ترتاني تير تير دز دينوش قعدات لا تإيشات وي. لابد ننصح لهم. إيش تأتى نصيحة دديز. ندعوهم إلى الله. الله خيق بيزوي. نخاف عليهم من النار. تارخ سقط تديز وجوجة تبغل. نتعامل معهم في البيع والشراء. إيش تا يوحكي ترتاح تار ثاني يقمن ثلاث من قوين.